صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه مستعد لضرب منشآت عسكرية في إيران بدلاً من المنشآت النفطية أو تلك النووية. بحسب المصادر فإن الهجوم الإسرائيلي سيكون مدروساً لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية قادر على إعادة تشكيل السباق الرئاسي. بايدن حث إسرائيل على تجنب استهداف منشآت النفط والنووي في إيران بالتزامن مع توسيع الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني. ووسط هذه التقارير وصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة. خام برنت سجل خسائر تقترب من مستويات 4%، يتداول حوالي 74 دولار ونصف الآن، بينما يسجل خام غرب تكساس الوسيط تراجع إلى قليل فوق 71 دولار. هذه خسائره هناك أيضا تقترب من 4%. وسيتي بانك رفع توقعاته في السيناريو المتفائل لسعر خام برنت في الربعين الحالي والمقبل إلى 120 دولار للبرميل بدلاً من 80 دولار للبرميل بسبب المخاطر المحتملة على الإمدادات في الشرق الأوسط. أيضاً رفع احتمالية حدوث ذلك من 10 إلى 20%. أما في السيناريو المتشائم فتوقع سيتي أن يتراجع سعر برنت إلى 60 دولار للبرميل في الربع الرابع من العام الحالي و55 دولار للبرميل في الربع الأول من العام المقبل. وأشار البنك في تقريره إلى أن التوقعات الأساسية للأسعار لخام برنت تبقى عند 74 دولار للبرميل في الربع الرابع من هذا العام و65 دولار في الربع الأول من العام 2025. وتنضم إلي الآن من سنغافورة فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس سنغافورة. فاندانا أهلا وسهلا بك معنا. أسواق النفط قاومت أي ضغوط جيوسياسية طوال فترة السنة أو أكثر من ذلك بقليل الآن، وها هي تعود مرة أخرى لتقاوم تلك الضغوط. تاريخيا هل رأينا سيناريو مثل هذا؟ وهل السوق محقة يا ترى في التغاضي عن الخطر قبل زواله؟ صباح الخير. أعتقد أن السوق بالغت في الصعود وتسجيل علاوة جيوسياسية في أسعار النفط على خلفية التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران. رأينا وضعا مشابها في إبريل من هذا العام عندما تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات، والأسواق يمكن أن تتعظ من تلك الفكرة، وهي أن الطرفين كان في حالة هجوم مضبوط وكان هناك الكثير من الاستعراض للعضلات، لكن أي من الطرفين لم يضر بالطرف الآخر ضررا كبيرا سواء حيث الإضرار بالبنية التحتية أو قتل الأفراد. إذن توقعاتنا تشير إلى أننا سنرى تكرارا لهذا السيناريو ضمن السيناريو الحالي من التوترات المرتفعة، ويبدو أن هذا بالضبط ما سيحصل مجددا. فعندنا رأينا إدارة بايدن تضع مزيد من العقوبات على النفط الإيراني. صادرات النفط الإيراني وصلت لمستوى قياسي في سبتمبر الماضي تقريبا 1.9 مليون برميل. هل سيكون هناك أثر للجم هذه الصادرات مرة أخرى؟ طبعا 1.9 أكثر من المعدل السنوي. هل سيكون للعقوبات الجديدة أثر في لجم هذه الصادرات الآن، ولا أيضا ستستطيع إيران أن تدور من حولها؟ أعتقد أن أحدث خطوة اتخذتها أمريكا وفرضت بموجبها عقوبات على 23 ناقلة تسمى الأسطول الشبح، وفيه ناقلات غير معلومة الملكية ولا يمكن تتبعها بسهولة، وأعتقد أن هذا الحدث لن يترك أثرا كبيرا. فحاليا هناك الكثير من الناقلات التي تعمل في الظل وهي لا تحظى بالتأمين وهي ناقلات قديمة، لكنها
عمليا وبشكل طبيعي قادرة على نقل النفط الإيراني والنفط الروسي وفي السابق النفط الفنزويلي. إذن باختصار لا أعتقد أن ذلك سيترك أي أثر كبير على الصادرات النفطية الإيرانية. وبالنسبة للسوق والتوازن فيها، رأينا طبعا في تقرير أوبك الشهري الآن مرة أخرى تخفض المنظمة تقييمها للطلب على النفط من جديد، يمكن وصلنا الآن عند 1.6 مليون برميل كتوقعات من أوبك نفسها، هذه ثالث شهر من التخفيضات. أين نحن من ذلك التوازن في السوق حاليا؟ لا أعتقد أن السوق تأخذ وللأسف توقعات أوبك على محمل الجد بعد الآن، رغم أن أوبك قد قلصت توقعاتها لنمو الطلب للشهر الثالث على التوالي عند 1,900,000 برميل. هذه هي توقعاتهم الحالية للنمو في الطلب السنوي في 2024، وهذا ضعف ما تجمع عليه السوق. غالبية الناس في السوق يتفقون على أن النمو في الطلب السنوي هذا العام ربما سيكون قريبا من 1,000,000 برميل، ورقم أوبك يظل بعيدا جدا وشديد التفاؤل بالنسبة لما تتوقعه السوق. طلب توقعات الآن أيضا التوجه للنظر إلى الصين من أجل تقييم ذلك الطلب بشكل خاص على النفط، تبقى الصورة ضعيفة للاقتصاد الصيني. هذا صحيح، الاقتصاد الصيني سيحتاج إلى أكثر من إجراءات تحفيزية نقدية ضئيلة أعلن عنها في الأسابيع الماضية، وليس هناك ما يكفي من التحفيز المالي وليست هناك خطوات تحفيزية مالية ملموسة حتى الآن. البيانات الصينية واضحة فيما يتعلق بالنفط، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الواردات النفطية الصينية تراجعت 4% على أساس سنوي، وإذا نظرنا إلى صافي مستوردات المشتقات هي متراجعة 37% على أساس سنوي. إذن الأمر واضح، الشهية الصينية للنفط باتت ضعيفة جدا وهذا واضح. لا أعتقد أن الاقتصاد سيسجل نموا أو زخما قويا العام المقبل، وفي العام المقبل على الأغلب سنرى وضعا مشابها فيما يتعلق بالطلب الصيني على النفط، الطلب سيكون ضعيفا أو ربما سيكون حتى جامدا. فندانا دعيني أعود بك للمنطقة والاضطرابات الجيوسياسية، المنطقة هنا والاضطرابات الجيوسياسية فيها، كيف تقرأين أنت صورة أسواق النفط على خلفية هذه الاضطرابات الجيوسياسية؟ ما هي توقعاتك؟ ما السيناريو الذي ترينه ممكن أن يتبلور على الأرض الآن؟ لا يبدو أن أزمة غزة سوف تحل في أي وقت قريب. أمريكا صاحبة نفوذ كبير في المنطقة وهي لديها كلمة مسموعة في إسرائيل، لكن أمريكا ستكون مشغولة بانتخاباتها في الأسابيع المقبلة، ويبدو أن الوضع سيظل على حاله على الأقل وبالتأكيد حتى إلى العام المقبل. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لأسواق النفط؟ السيناريو الأساسي يفترض وجود توترات وتصاعد بين الفينة والأخرى للتوترات بين إسرائيل وإيران، ولكن لا أعتقد أن أي من الطرفين سيتجاوز الخط الأحمر أو أن يتخذ أي خطوة ستؤدي إلى تزايد خطر اندلاع نزاع شامل في الشرق الأوسط. إذن ليس هناك خطر يطال الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط، والأسواق ستظل في حالة انتظار وترقب، وليس من المفاجئ أن نرى بعض القفزات في علاوة المخاطر الجيوسياسية بين الفينة والأخرى في أسعار النفط، لكن السيناريو الأساسي في نظري يظل أن إمدادات المنطقة ستظل طبيعية. فندانا هاري، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.